من ريف دمشق مازن الشامي، مراسل شبكة شام الإخبارية. مازن، ضعنا في صورة الوضع في حي جوبر بعد الأنباء عن استهدافه بغازات سامة واختناق أكثر من 30 شخص. نعم، يعني حقيقة لا زال التصعيد الأسدي متواصل على الأحياء المحررة من العاصمة وخاصة حي جوبر. فاليوم منذ الصباح نفذت طائرات الميج العديد من الغارات، يعني هناك كان أكثر من 4 غارات جوية على الحي منذ ساعات الصباح وحتى اللحظة، إضافة لاستهداف الحي بصواريخ محمولة بمظلات، كما واشتد القصف أيضا من المدفعية الثقيلة والراجمات الصاروخية وصواريخ الأرض على الحي. اليوم يعني حاولت كتاب لثة اقتحام حي جوبر من جهة مسجد الطيبة، استطاع المجاهدين من صد هذا الاقتحام، وتم تدمير دبابتين من طراز 72 وعربتي بي ام بي، كما وتم التأكد من قتل ضابط كبير. استطاع مجاهدي القيادة الموحدة في الغور الصوفية هناك من قتل العديد كما ذكرنا من هؤلاء العناصر في هذا الاقتحام. طبعا فجر اليوم، طبعا هذه التطورات اتت بعد ان قامت كتاب لثة فجر اليوم باستهداف حي جوبر بالغازات السامة. يعني هل عرفت ماهية هذه الغازات؟ يعني هناك حديث بأن هذه الغازات السامة تحوي على غاز الكلورين. بالفعل هو غاز الكلور، يعني بعد ان عين الاطباء هذه المادة تبين انها غاز الكلور. طبعا ادى ذلك سقوط 32 او اصابه اكثر من 32 شخص بحاله اختناق واحمرار وفي العين وضيق في التنفس. طبعا سبب هذه الغازات او استهداف هذه الغازات ادى لحاله خوف وهلع بين المدنيين وخاصه في المناطق المجاوره كعين ترما الى اين يتم المناطق اسعاف المجاوره هؤلاء كعزمان. المدنيين؟ يعني حقيقة يتم إسعافهم إلى مدينة الزمالكة وعين ترمى، إضافة لأن هناك مشفى ميداني بسيط في حي جوبر، لكن معظم الذين يسعفوا من الجرحى وحتى المصابين بهذه الغازات إلى المناطق المجاورة لحي جوبر. أشكرك مازن الشامي، مراسل شبكة شام الإخبارية، حدثنا من ريف دمشق.